معكم سي محمد خضر الخرازة من فاس. انا كندير هادشي ديال المصنوعات الجلديه البلغه والشربيل وكندير داك لي كيتاسيون داك لي بوط ديال لي كيتاسيون ما قبلتك الهير تشوفهم. يعني البلغه هي صناعه مغربيه تقليديه، فكيفاش كتخدموها وكي كانت وعطينا فكره. وهي مازال كما كانت شحال هذه، انما دخلت عليها بعض التحسينات. ما هي الخدمه ديالها القديمه اللي كنعرفوا اللي تعلمناها من عند المعلمين القدام، وهذه ان احنا زدنا عليها تطور. شنو هو التطور؟ مثلا زدنا عليها دخلنا فيها شويه العصري ولكن كتبقى تقليديه. دخلنا فيها بعض المواد اللي هي زوينه وكتعطي الميديكال، مثلا بلغه هي بلغه وهي ميديكال ماشي قاصحه ماشي هذه. يعني هذا هو اللي هذا التطور والابتكار، وابتكرنا فيها بزاف ديال الانواع. يعني الابتكار الا كان الصانع كيبتكر راه كيبتكر بزاف، وهي كتبقى بلغه ولكن هي مبتكره. هذا هو اللي كاين الاقتصاديه حاليا. يعني كاين فاس، كاين مدن اخرى، كاين شي واش كتصدر مثلا؟ كنصدر انا على برا، كنصدر افريقيا، كان عندي بعدا اخ السنغال وبعض الدول مره كلها وكيفاش، ولكن افريقيا بالنسبه للسنغال هي الباب الوحيد اللي كتاخذ اللي كاين حاليا. وكاين افريقيا، يعني دابا السنغال وكاين نيجيريا، كاين بزاف ديال الدول، لكن السنغال الاغلبيه هي اللي كتاخذ المنتوج المغربي بزاف عندهم. انت كصانع تقليدي قلتي لي مارسي تقريبا 40 سنه فما فوق، فكيفاش كتشوف التطور نتاع هذه الصناعه حاليا؟ التطور دابا ولات عصريه اكثر من يعني 80% عصريه. ولات الناس تمشي حتى من الناس اللي كيلبسوا ما بقاوش كيعطيوا الاهتمام قليل. دابا الاهتمام اللي كيهتموا بهذه الصناعه التقليديه الاصيله، يعني كتلقاي الناس اللي هما مبليين بداك اللبس هذا البلغه وهذه. هما الاغلبيه الناس حتى من الناحيه الجسمانيه الناس عيات كتعيا، كتبغي شي حاجه ديما ميديكال، يعني سميله ولا شي حاجه. يعني بلو كيمشيو للعصري، كيمشيو للبلغه ولا شربيل ولا شي حاجه وهي عصريه مخدومه بالسميله. القضيه ديال الجلد بير كله كيهربوا منه بعض الاشخاص، ما كي كيقول لك قاصحه عليا ما تعجبوش. تحياتي. كنشكركم وعواشر مبروكه، وكنشكروا الاطر اللي منظمه المعرض جميعا، وكنشكروا الغرفه ديال جهات فاس مكناس، وكنشكروا الغرفه ديال جهات رباط القنيطره على هذه التظاهره. وكنتمناو التعاود مره اخرى في كل مناسبه ان شاء الله، وعيد مبارك سعيد. السلام عليكم.
الاخ مشرف البقالي رئيس تعاون الاصاله للمصنع الجلديه بجميع انواعها مدينه سلا. مبارك علينا هذا الشهر وعلى جميع المسلمين شهر رمضان، والحمد لله احنا جينا شاركنا في المهرجان ديال العروس ديال الصناعه التقليديه اللي في منظمه الغرفه ديال الصناعه التقليديه ديال الرباط سلا قنيطره، وتبارك الله هذا المعرض في المستوى كنشاركوا فيه باش نبيعوا المنتوجات ديالنا ديال التعاونيه، هي البلغاء والشربيل والبلغاء في الانواع ديالها، الصغار ديال الوليدات وديال البنيتات وديال الرجال وديال العيالات، وهذه فرصه باش كنبيعوا المنتوج ديال البلغاء في هذا الشهر سيدنا رمضان، والحمد لله كاين اقبال على البلغاء مزيان في المستوى الشريع مولف. حنا كنجيو كنشاركوا في هذه المعارض ديال المحاشر الرياض، كيتسناو فوقاش يجي الشهر ديال سيدنا رمضان باش كيتقدموا عندنا، ولفوا السلعه ديالنا فيها الجوده والثمن عندنا مناسب. وبهذه المناسبه كنشكروا الغرفه اللي شجعت الصناعيه باش تجمعهم كاملين باش يبينوا المنتوجات ديالهم ويبيعوها في هذه المناسبه ديال سيدنا رمضان. يعني كتشوف كاين اقبال في العواشر نتاع المغاربه على المنتوجات التقليديه المغربيه بشكل عام؟ لا تبارك الله، في المناسبه ديال شهر رمضان والاعياد كلهم كاين الاقبال على البلغه، ومن غير الاعياد كنكون شويه. بالنسبه لكم كصناع تقليديين يعني كيفاش كتصنعوا البلغه؟ كاين شي صعوبات، كاين شي مسائل اللي ممكن ربما خاصها تحسن مستقبلا؟ وهي البلغه ماشي سهله، ما كاينش شي حاجه سهله، اي حاجه ممكن كل حاجه فيها الصعوبه ديالها وفيها الحاجه سهله، وين بالنسبه لنا حنا عندنا الاقدميه في الصناعه ما عنديش مشكل، انا في كل شيء كيجيني سهل ما عندناش مشكل. انا بالنسبه لي انا عندي الخلف، انا عندي تعاونيه ومدرسه ديال الصناعه التقليديه ديال هادشي ديال الصناعه ديال المصنوعات الجلديه، مخلي تبارك الله عندي جوج وليدات ديال الخلف، ولاني بزز باش حابسهم باش يتعلموا فيها، اما الشباب ديال دابا ما باغيش يتعلم. عندنا داير التكوين المهني مع التدرج المهني مع بالشراكه مع مؤسسه محمد الخامس، ولكن للاسف ما كيبغيوش يتعلموا في هذه الصناعه هذه، وهي صناعه زوينه شريفه نقيه فيها الفلوس والبركه فيها، غير في هذا الوقت ديال دابا المواد الاوليه غلات وكل شيء غلا، وما بقاش كتخرج باش الناس اللي غيطولوا فيها ما ظنيش غيستافدوا بها كيما شحال هادي. هادي شحال تبارك الله كان فيها الخير والبركه، وتا دابا مازال فيها الخير والبركه، خاص الشباب دابا يتعلموا باش تبقى الصناعه مستمره. انا تبارك الله عندي ولادي هما اللي دابا علمتهم هكا وتكونوا وقراوا في هادشي ديال الصناعه، ودابا واخا انا جيت هنا للمعرض هما راهم قابلين على التعاونيه، وين وحدين اخرين ما عندهمش هاد هكا هاد الحرفه هادي، ولازم هما ما نصحهم ما يتعلموش في الصناعه، بحيث ماشي دائما مستمره الا في الاعياد، والاعياد هو ياكلها في العيد والايامات الاخرى ما فيهاش، واني انا كندير الانواع منوع دائما خدام الحمد لله. حنا التعاونيه ما خلينا حتى شي بلاصه، مشينا درنا معرض ومثلنا المغرب في الهند في عاصمه نوديلي، عاوتاني درنا في السنغال، درنا مؤخرا درنا في العاصمه ابوجا في نيجيريا، مازال ما شديناش شي كوموند اللي غنصدروا فيه على برا، عاد ولاو كيعرفوا هما البلغه المغربيه الاصيليه. المهم حنا مشينا سوقنا راسنا بيدينا، مشينا على طريق دار الصانع مشكوره، ودرنا عاوتاني على حساب الغرفه ديال الصناعه التقليديه ديال جهه الواصله حتى هي، وين شدينا شي كوموند كنمشيو كنبيعو تبارك الله مزيان، وين باش دينا شي كوموند اللي غتربح فيه وتخدم معاك بزاف ديال اليد العامله مازال ما كاين حتى شي كوموند، كيشوفوا كيقولوا بلي هادشي ماروكو زوين هذه، وين خاص الجهه المسؤوله هما اللي يشدوا المارشيات ويعطيونا حنا نخدموا الصناعيه، هادو خاصهم هما اللي عندهم يدهم تبارك الله طويله اللي كيفاش يتعاملوا مع الجهه ديال برا وداك الشيء، يشدوا لي كوموند، والحريفيه كاينه اللي جالس يعطيهم المارشي يخدم هذا ويخدم هذا، وغتستمر الصناعه التقليديه. ونتمنوا المغاربه كلهم يكونوا بخير وعلى خير،
وكنشكروا وزارة الصناعة التقليدية اللي كدعم الصناعية وكتوفر لهم بزاف ديال المعارض، وكنشكروا مكتب التنمية والتعاون، كنشكروا الغرفة ديال الصناعة التقليدية، هادو كلهم مشكورين بحيث هما اللي كيشجعونا باش نبينوا المنتوجات ديالنا، وكلهم هادو كيخدموا تحت يد صاحب الجلالة الله ينصرو، وسيدنا هو اللي كيشجع الصناعة التقليدية مشكور بزاف الله يطولنا في عمره، والحمد لله الصناعة التقليدية هي شرف لنا للمغرب باش كيجيو السياح لعندنا، وحنا بغينا نبينوا الصناعة ديالنا مزيان باش الأجانب يجيو ويشريو ويعمروا البلاد ويكون الصناعة والاقتصاد يكون مزيان، وهذا الشيء اللي بغينا الحمد لله. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.